اذا تنظر مدينه الموصل هذا البيت هسه فيه جثث، نوبات ورا العصر بدها تطلع الريحه، وايش قد يصير هواء وعجاد تطلع الريحه بالحراره وبالهواء، فتطلع الجثث من عدا هذه لا زالت اكو عبوات. انا مبلغ بها بهذا البيت هسه اكو حزام ناسف. نعم. وهذه وما حد جانا. زين الجثث راجعتوا رحتوا عليها انه ما حد جاء؟ جوها لي بس مطموره جوا القاع، يعني هسه هاي تقريبا 13 14 هنا جثه ما مطلع لي حد الان. هذا البيت اللي تشوفه اذا تلاحظوا وراك، والله يا اخوي نطالب الجهات المختصه انه نشوف حل، لانه هاي امراض ناس سكنت الساعينة، يعني ناس محتاجه انه هواء نقي. هاي كلها امراض تسبب، ظهرت عندنا حالات يعني حتى ظهر مرض غريب النوع يعني. موجوده وكثيرين ما قليلين وظاهرين، ونقول لهم يقولون ايه باكر بعد باكر نحكي وما اعرف شلون وماكو. هاي اي منطقه؟ هاي منطقه الاقليعات. منطقه الاقليعات قد تقريبا كم جثه ظاهره لحد موجوده؟ هسه حاليا ظاهره فوق ال 30 جثه هسه ظاهره موجوده، ظاهره ومن عدد اللي كان مدفونه جو الانقاذ هاي هيك بعد المنظمه شالوهم هذول راحوا، بس الظاهرين موجودين بين البيوت وفوق الانقاض موجودين بالافراد. قاعدين نشتم الريحه قويه كلش. ايه؟ زين هاي ما تاثر عليكم؟ شو ما تاثر علينا؟ شو ما تاثر علينا؟ اسرع مرض من السرطان يجي منهم هذول. الى هم قاعدين مرتاحين هاي العالم بنص الجثث قاعده. خلي يشوفون هذا الشيء. زين ما حد راجعكم منظمات؟ والله يجون يقولون كلامين ثلاثه من هالكلاوات مالتهم. نعم. ها ويروحون كل شيء ما يسوون. زين انت شو الطالب هسه؟ والله نطالب يجون يشيلون هاي الجثث، هاي الريحه. الشلاب كانت توحشت هنا، شلاب تشط علينا اخويا. شلاب توحشت؟ اي والله شلاب يا ابو غادي، هسه نشوفهم وشوفوهم بعينكم انتم. زين شلاب متوحشين، كل واحد هيك صايرين بالنهار يطلعون علينا. ايش قد ما يكون الجثث هنا هاي البكان، كان اكو طفل صغير نص جسم. ها اي هنا شوف، كان نص طفل صغير ما هو نص جسمه، كان هنا ظاهري موجود. وينه راح؟ يعني هذا البطارو مالته هذا، شوف وينه غير شلاب اكلته؟ خما حد دفنه، شالوه جماعة المنظمة نظفوا هنا خلوه هنا. ثاني يوم جينا عليه ماكو، من اكلوا غير شلاب اكلته؟ زين هسه شاهدنا بهذا السرداب 13 جثة. اي شوف هذا، هاي ريحة الجثث مال. زين ما حد جاكم ما بلغتوا بيهم؟ والله ها كلهم ما يجون يشوفون بعينهم، مسؤولين يجون يفترون يلاحقون، يابا تعال هنا اكو جثث، اي يفودون ريحة ما اعرف شلون، اي تعالوا اسوي لكم شغلة، ما هذا مرض خبيث هذا. نعم موجودة جثث بداخل بيوتنا موجودة. هاي السنة وين الحكومة المحلية ماشيين جثة مال صواريخ مال يسموها الصواريخ هاي مال الكتف موجودة عندنا هي. ما سبرتي ما يسموها الصواريخ الحرارية. موجودة صواريخ عندنا هي بالبيت، هسه موجودة. وشعتوكم اياها المصورين وشعتوها. كل ما يجون هذول المفتشين الأجانب أقلب صواريخ يطلعون قبل ما يردون. صواريخ جثث أخي جثث عندنا نص جثة وجثة كاملة مسؤولين. حتى طفلة وجه الطفلة موجودة، وجهة وفخذة موجودة بالبيت عندنا. والبيت كله انقاض جوا الجثث. الجثث ظاهريه لو تحت الانقاض؟ تحت الانقاض الجثث كله تحت الانقاض، الريحه تطلع ما الريحه تطلع. يعني ظاهريه؟ اكو ظاهريه هسه ظاهريه صوروها الظاهريه. كل ما نفوت بالفرع راح تجي فيها الريحه مال ما طيبه. الا والله الحكومه المحليه ما تجي ما تنظف، هاي يقولوا سنتين صار حررنا شنو جثث الميتين طلعوا الميتين حتى نطلع نبني نعمر جثث ريحه قاتله. ابرار ما ابرار كلهم جرب صار بيهم جرب الاطفال جرب اطفال. وسهل موجوده نعم، وظاهريه اكو غير ظاهريه بعد، والريحه لحد الان بعد موجوده. واحنا هاي السنه لحد الان يعني لا شالوا الجثث، احنا شلون يعني؟ شلون يعني ايش يعني صار؟ والريحه لحد الان هم امراض علينا يعني شلون؟ والله يشلون هالجثث يعمرون هالشوارع هذه هالمناطق هاي بنعيش احنا شلون بنعيش؟ تنسر روائح كريهه موجوده يعني الجثث لحد الان؟ والله مدفونه جوا الانقاض، يعني من ظاهره ماكو بس مدفونة جوا الانقاض، يعني المفروض لازم يشيلون الانقاض كلها حتى تكون الشلوك. يعني هم طبعا ايش ما تنزل. زين صار تقريبا سنه ونص. ايه؟ وما حد طالبتوا احد رحتوا على احد؟ والله كثير ناشد احنا وهاي، لكن ما حد يهتم بالشغله هذه، ماكو حد. شنو تطالبون؟ والله نطالب الانقاض هذه، تبليط الشوارع هذه، اعمار هالبيوت هاي، ناس كثير اكو فقراء ما عندهم.